السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد صار لي فترة ما عم بحكي عن موضوع موضوع الأولمبياد وشو عم يصير وكذا فمن فترة صار في شوية أحداث جديدة وهيك هلا راح أذكرهم من... <applause> بالشهر السادس تقريبا شيء ثلاثة شهور آه، اجت الموافقة على آه، منحة لحتى انه آه، اقدر شارك بالاولمبياد ويكون في دعم للمشاركة في الاولمبياد، الدعم هذا طبعا كثير عالم سالوني عليه صار اجتني اتصالات كثير وايميلات كثير بس يعني الدعم هذا اللي عم يكون هو آه، دعم آه، لازم يكون مفوتر يعني انا شو بعمل لازم ارفع فاتوره فيه وهذا الشيء حصرا لازم يكون بس للرياضة يعني أنا بيجيني مبلغ مثلا معين من المال تحت شروط معينة أني أنا أروح أتمرن أني أنا أشارك بطولات أني أنا أسافر لأتعلم هالأشياء هاي بوحدة من التجهيزات صار في من كم يوم في بطولة بألمانيا بطولة مفتوحة بألمانيا هي بطولة دولية تعتبر من البطولات القوية في ألمانيا والناس واللاعبين المشاركين فيها هن من اللاعبين الجيدين بالمانيا وانا كنت مشارك فيها كان هذا الحكي من يومين آه البطوله كان تنظيمها كتير حلو آه الاداره حلوه كانت كل شيء من جميع النواحي بطوله جيده جدا جدا وهي بطولة دولية طبعا بكل أي دولة بتحب تجي تشارك بإمكانها بسهولة تسجل وتجي تشارك فيها كونها بطولة مفتوحة وهي وهي البطولة بالنسبة لي هي كانت عبارة عن تيست عن اختبار انه وين وين نحن ماشيين لانه هلا كل شيء صار بالنسبة لوضع كل شيء صار رسمي في مدرب رسمي وفي اه ساعات تدريب معينة وفي في شغلات انا لازم اعملها بالنسبة للتمرين فكانت هاي هي محطة لنشوف حالنا وين عم أه قول حالنا هو انا والفريق اللي نحن كلياتنا عم نشتغل مع بعضنا، الناس اللي عم تدعم الموضوع أه المدرب، انا كلاعب، الحكام، كذا، المهم عم نعمل تجربه لكل شيء، رده فعل الناس عن المكان محل ما نحن موجودين فيه، الحمد لله ردود فعل كانت كثير ايجابيه، أه كنت راضيان عن الشيء اللي صار أه بهاي البطوله كان عددنا أه لا باس فيه، جيد أه وكان نظام التحكيم هو نظام نقاط نظام نقاط مثل ما عم نشوف هلا بكل الدوري او كل البطولات اللي عم بتصير طبعا اول دور كنا نحن عباره عن ثمان اشخاص طبعا نحن مجموعتين بالمجموعه اللي انا فيها كانت المجموعه الثانيه واول دور لعبت فيها كاتا اونسو مجموع النقاط كان لا باس فيه، كان ترتيب الثالث من بين اللاعبين، طبعا كان خطا مني انه صار في اهتزاز بسيط، آه هذا يمكن اللي كسر علامتي شوي بس الحمد لله قدرت اعدي منه وانتقلت للدور اللي بعده، الدور اللي بعده لعبت كاتا كوجو هوشو، الكاتا حسيتها كثير كانت ممتازة كثير كانت جيدة من الأربعة اللاعبين اللي بالدور الثاني اللي حنا لعبنا، طلعنا اثنين يعني كان ترتيب الثاني و... و... وكان فارق النقاط بسيط يعني ممكن يتعدل مع الوقت أه الحمد لله انتقلنا للدور اللي بعده كنا لازم نلعب على البرونز انا كنت لازم العب العب على البرونز لانه من هالاربعه اللي نحن موجودين فيه بالاربعه على البساط الثاني أه الاول بهاي المجموعه والاول بالمجموعه الثانيه بيلعبوا على الاول ثاني والثاني من هاي المجموعه والثاني من هاي المجموعه بيلعبوا على على البرونز مو انتقلت لألعب على البرونز لعبت كاتا سوتشين كان هي اقتراح سألته لمدربي أه كنت أنا مجهز عادة بلعب الكانكوشو إما بالأول أو بالأخير حسب شدة المنافسة فكنت من المفروض أن ألعب كاتا كانكو قبل بيوم من البطولة كنا كان في عنا تمرين أو قبل بيومين من البطولة كان في عنا تمرين واضطرينا انه نلعب اربع كتايات من بين هالكتايات الاربعه اللي لعبتهم هن ثلاثه الانسو كانكو وكوجو شو شو ف نعمل وحده رابعه وعملت كاتا سوتشين فالمدرب انبسط كثير منا وانا شفت حالي جيد فيها فكان نوع من التجربه يعني قلت له انا حابب العب السوتشين بهاي المباراه فقال لي فيك تجرب مو غلط هي اساسا بطوله تجربه مشان نعمل تجربة ونشوف حالنا وين بغض النظر عن الترتيب اللي نحن رح ناخذه فقلت له اتفقنا والله على البساط بالدور النهائي فبيكون اثنين واحد احمر وواحد ازرق مثل العاده فكنت انا لابس الحزام الاحمر فانا انا لازم فوت اول شيء عملت عملت يعني لا باس لا باس فيها كانت جيده وطلعت فاللاعب الثاني بفوت اول ما بلش قلت لحالي اللعبة محسومي يعني لاعب كان كل تقريبا طول الاداء تبعه عم يهز في 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 اهتزاز مو كبير بس يعني مبين انه مو ثابت مو ثابت يعني ما عنده الثبات المطلوب هو لعب كاتا بابورين و لازم يكون في انقباض للمعده، فانقباض المعده تبعه هو ما كان واضح هو كان عم عم يحني ظهره في انحناء لظهره وكذا ف ما بعرف، المهم ما علينا فكان آه الشيء اللي انا طبعا انا خسرت بهاي به المباراه، طبعا الفارق كمان كان كثير صغير ما كان هالفرق الكبير، بس انا الشيء اللي زعجني انه الاداء نسبه الاداء او علامه الاداء تبعه كان اعلى. آه هذا الشيء اللي زعجني صراحه يعني اداؤه ما كان بهالمستوى المطلوب ما بعرف ليش اذا قدر يقنع الحكام آه انا ما عندي مشكله خلاص عرفنا حالنا وين آه لازم نشد حالنا لازم نشد حالي اكثر ونعمل آه افضل بالمرات الجايه طبعا انتهت المباراه كان ترتيبي خامس بهاي المباراه بطوله قويه جدا كانت آه لا باس وصلنا البرونز الحمد لله بس ما ما فرق كان قليل المرة أه الجاية إن شاء الله من من حصله أه الناس أو اللاعبين اللي بألمانيا أنا بنصحهم يشاركوها بهاي البطولة كونوا بألمانيا أه فيها مستويات قوية فيها كتير فئات ممكن الواحد يشارك فيها اللي حابب يستفسر عن موضوع هاي البطولة هي موجودة كل سنة كل سنة بتصير بهالوقت تقريباً يكتب لي خبرني لأعطي معلومات عنا بطولة جدا قوية وتنظيمها كتير حلو حتى كان هاي السنة في نظام التابلت بالنسبة للنقاط أول مرة بتصير بألمانيا يعني بطولة بطولة ألمانيا لسه ما نزلوا هالموضوع بهي البطولة طبعا هي لأنها خاصة شوي كان فيها الموضوع هاد بطولة جدا قوية مثل ما حكيت اللاعبين اللي بيحبوا يشاركوا بهيك شيء اللاعبين اللي عندهم اهتمامات يشاركوا بهيك أمور فيهم يخبروني وفينا نشوف شو فينا نعمل ممكن للاشخاص اللي بيحبوا الكاراتيه بيحبوا يشوفوا بطولات للكاراتيه في رابط صفحتي على الفيسبوك موجوده تحت في صندوق الوصف في فوت عليها من كام يوم كان في بس مباشر لبطوله البريمير ليج بطوكيو 2019 هي احدث بطوله حاليا منزله الاتحاد الدولي فيكم تشوفوها بطوله كانت كثير حلوه وكتير قويه لا تنسوا لايك للفيديو واشتراك بالقناه أه نلتقي بأخبار جديدة إن شاء الله وسلامات